الجوال المشهورة فاطمة داروها العطارية اللي أكتركم يعرفها من دورها في في في, في تعرفوها من دور اللي تمثلت به في شريط عمر المختار وسادة توينة لحظة صمت وهي زغرت توينة. المهم هذه في شنقة عمر المختار قالت أبيات شعرية قال الناس حافظينها لليوم، وهذه اللي نبي نفتح بها الحلقة هذه لأن فيها شطر مهم جدا. تقول حيه هابا حيه مرار، حيه هابا حيه مرار على الباشا سيد الأدوار، عبد وجاب يد النابة حل الوزين البدعية يقهر فيا ملعون فريطيعة بي. عارف أهلنا في الغرب أكثرهم مش فاهمين كلمة، حتى أنا هيك في البداية ما قدرتش فهمتش الأبيات هذه. نعودها تاني مع شرحها شوية. تقول حيه هابا حيه مرار على باشا سيد الأدوار، الباشا تقصد بيه عمر المختار طبعا، سيد الأدوار، الأدوار المقصود بها الأدوار اللي دارها في الجهاد الليبي. تقول عبد وجابة يد النابة، يعني بشتهينه يعني، تقول هو عبد واحتقار ليه، جابه ويد النابة يعني يحضر فيه يعني بكل شو اسمه. حل الوزين البدعية، والبدعية هنا هي الفرملة في كلام أهل الشرق. بعدين بنجوها كيف الأمر صار فيه خلط، البدعية أصبحت تطلق على الفرملة بس. يقهر فيا ملعون فريطيعة بيا، يعني هنا تزيده في الإهانة وتقوله ملعون بوه، يعني هذا الشخص اللي دار العملة هذه اللي هز عمر المختار للمشنقة. حيه هابا حيه مرار على الباشا سيد الأدوار، عبد وجابة يد النابة حل الوزين البدعية. هنا اللي هو الشطر اللي بنتكلم عليه، حل الوزين البدعية يعني حضور البدعية واللباس هذا زي ما شفته في صورة عمر المختار موجودة عند أهلنا في الشرق منذ القديم. طبعا في بعض الاختلافات وهذه حتبان في الحلقة نفسها. يقهر فيا ملعون فريطيعة بي. أهلين ومرحبتين بكم في هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فساء فساء. هذه الحلقة الثالثة ضمن سلسلة اللباس التقليدي الليبي. طبعا تعرفوا الحلقة الأولى كانت عن غرب ليبيا عموما، وتكلمت فيها عن اللباس الليبي بكل تفاصيله إلى آخره في المنطقة الغربية. طبعا ينقص الشيء الكثير لكن حاولت أن نعطي فكرة عمومية. في الحلقة الثانية تكون كانت على الجنوب الليبي، التوارق، غدامس، التبو. وهذه الحلقة بنخصصوها للشرق الليبي عموما بما في ذلك طبعا الواحات جالو، أوجلا، الجغبوب وجخرة، وكذلك طبعا درنا وبنغازي كحالة استثنائية حتى هم بنتكلموا عليهم ضمن الشرق الليبي والبوادي طبعا. ويعني من خلال بنعطوا الأهمية لللباس الليبي متاع البوادي زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتوا. اللباس الرجالي الليبي متنوع وغالبا نتكلم عليه صنف من الأصناف، وإن كان هذا الصنف هو اللي انشهر في ليبيا كلها لكن راهو في هلبة أنواع وتنوعات من اللباس الليبي هذه مش مذكورة ومش باينة. علي حال اللباس الليبي أصبح الفرملة والبدعية والزبون والقاتل آخره هو المشهور بعد ما أصبح اللباس متاع الرسمي لرجال الدولة والمناسبات الاجتماعية. لكن زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت اللباس الليبي بدون شك زي ما قلنا زاهي ومختلف، وحتى ما تكلمناش في الحلقات هذه وخايفين نطولوا على غير الخطوط العريضة، يعني ما تكلمناش على كل الدقائق متاع الأمور متاع اللباس الرجالي الليبي. يعني كل نوع من هذه الأنواع داخله فيه تنوعات، وبارك يوم اليوات نولي له في كتيب نجمع فيه كل ما عندنا من ألبسة تقليدية لكل المناطق الليبية وعبر التاريخ. سمعت الأبيات الشعرية في المقدمة واللي توصف في حال إعدام عمر المختار الله يرحمه، واللي همنا منه كلمة بدعية وأن البدعية في الأبيات فيها أزرار اللي مسميتهم في هي الوزين.
وهنين بيكم تركزوا عليها في سورية عمر المختار في الصورة وحنقولولها بعد شوية. وبدون شك اللباس الليبي مر براء مراحل تطوير لا في الشكل ولا في نوعية القماش المستخدم واللي بينا يعني وبيناها ولا في الغرب الليبي والجنوب والشرق. الليبي توا مش حالة استثنائية. وصل الاهتمام باللباس الرجال الليبي أن قاموا بحفلات وأصبح يدخل في مناسبات على المستوى الوطني. وهذا كان في حكومة عبد الحميد البكوش الله يرحمه اللي كان ينادي بالتليب أي الالتفات حول الهوية الوطنية الليبية وتراثها وعاداتها وتقاليدها. وهذه صورة تعبر أحسن تعبير عن تلك الحقبة اللي هي سنة 1968، هذه نهاية الفترة بتاع حكومة عبد الحميد البكوش الله يرحمه. شوفوا الحفلة هذه خاصة بالتقليد اللباس التقليدي الليبي اللي تنافس فيها الشباب عليه اللباس التقليدي زي ما قلنا واستعراضها. وحسب ابنة السيد محمد لنجي زهرة لنجي اللي نقلت عن والدها، المناسبة كانت زي ما قلنا ضمن مشروع التليب اللي نادى به رئيس الوزراء آنذاك، وجامعة غاريونس كانت ضمن يعني تضم طلبة من كل أنحاء ليبيا، فكانت بمثابة العرس الوطني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والكل يستعرض طبعا المنطقة متاعها وشن جابت من ألبسة وشن فيها من ألبسة. على فكرة في الصورة نلقوا من اليمين اليسار المرحوم فرج العريبي، المرحوم الشريف الصديق، والصديق السنوسي، وأحمد محمد لنجي اللي هو انقلع عن المعلومة، وعوض الشريف، وأحمد اثني من أهالي غدامس. وفي السنوات الأخيرة فيه محاولات مهمة طبعا للعودة لللباس الوطني الليبي، وفيه اهتمام كبير وعودة للوطنية، وهذا كله يدعو للتفاؤل بدون شك. وهذا اللي نبوه احنا ان ناسنا تعود للتليب وتهتم بالهوية الوطنية الليبية. حنولي لبنغازي ودرنا فيما بعد، وبنبدو بلباس قل ما يعرض في القنوات الليبية، وحتى لو عرض يمر على يعني نمر عليه مرور الكرام، وهو لباس الواحات. وأعرق واحة بدون شك هي واحة أوجلة أشال ناويلن، يقولوا لها أوجلة يقولوا لأنفسهم أشال ناويلن، أويلن يعني أوجلة. الأواجلة مدن أويلن أو أويلن نفسهم اللي أكثركم طبعا يعرفوهم بالمسجد العتيق بقبابه المتعدية. وطبعا أوجلة كمقدمة من أعرق المدن التاريخية الليبية، ذكرت حتى باسمها في أيام أبو التاريخ هيرودوت، وهي أقدم من ذلك بكثير. أوجلة شاهد على امتداد الرقعة الجغرافية للمتحدثين بالأمازيغية في كل الأرجاء الليبية حتى الحدود المصرية، واللي يقابلها مدينة ناطقة بالأمازيغية حتى اليوم داخل الحدود المصرية وهي مدينة سيوة. وعلى فكرة قمت طبعا بزيارة أوجلة وأهلها الطيبين، وعندي فيها أصدقاء نفتخر بصداقتهم، منهم الأستاذ القدير السنوسي الأوجلي، وصديقي اللي بعت لي البدلة هذه بدلة أوجلة على فكرة كان حيرين، وخليني نوريكم الحزام متاعهم هذا الأحمر اللي بنتكلموا بعدها شوية، صديقي محمد الصابر وعبد الله القباسي اللي صاحبني لما كنت نوثق في اللغة الأمازيغية في أوجلة زي ما تشوفوا في الصورة هذه. أهالي أوجلة ما زال عندهم الطيبة متاع الناس لولا مضيافة يرفعوك فوق روسهم لين تتحشم يعني، وفيه صدق رهيب قل ما تلقاه في أوقات زي هذه. المهم اشتغلت معهم في الراديو المحلي ودرنا لهم دورات تدريبية، فتحية لأهالينا في أوجلة وجالو وشخرة والجغبوب، الناس الطيبة البهية. زي ما شفتوا اللبسة اللي لابس اليوم هي تتألف من السورية، تتسمى بأمازيغية أوجلة أول نويلن تكبرت، يسموا فيها تكبرت. هذه في الغالب نفس تفاصيل السورية الليبية العديدة غير أنها أطول منها شوية. السورية العادية الليبية توصل لنص الفخذ، هذه تنزل لعند الركبة وتكون في الغالب فضفاضة هلبة، وهذا طبعا لرغبة منهم للحصول على أكبر قدر من التهوية لطبيعة أوجلة الصحراوية. والسورية هذه تتسمى تكبرت زي ما قلت، وتكون مخططة بالضبط بالشكل هذا، وتكون في العادة من القطن الرفيع القادم من مصر. أقول هذا تاريخيا طبعا،
يتم تفصيدها وتخيطها محليا. القطن يجي من مصر ويخيطوا فيها محليا، هذا تاريخيا. وجب القول تاريخيا تكبرت حتى وقت قريب ما فيهاش ياقة ولكمة، يعني هذا نقول قصدي قلت نلقوه واضح في الصور القديمة وروايات كبار السن. والسراويل على فكرة غالبا من نوع تاني من القماش ولونه يكون داكن زي ما تشوفوا هنا، ويكون فيه تكة، هذا فيه ستيك، لكن هذا هو التاريخي، هذا اللون اللي يلبسه فيه السروال ولا أي لون تاني داكن. وطبعا يكون واسع اللي يسمى فيه اللباس السروال الشرعي. هذه اللي أنا لابسها انصنعت حقيقة، هذه تحديدا انصنعت في مدينة سيوة بطلب من أهالي أوجلة، زي هلبة حاجات في ليبيا. للأسف الصناعات الوطنية ولت أرخص أنك أنت تمشي وتصنعها في بلاد تانية، فانقرضت هلبة من الصناعات التقليدية ونمشي نرفع فيها بلادات تانية باش تكون أرخص، وهذا قضى على هلبة صناعات تقليدية. طبعا تكبرت المخططة مش مخصصة لأهالي أوجلة بس، لكن في هلبة في الشرق الليبي وأشكال مختلفة لحد ما لما نجو لموضوع لبس البوادي. لكن للأمانة اليوم الوحيدين اللي ما زال يلبسوا فيها بالطريقة هذه هم أهلنا في أوجلة. نجو لموضوع البوادي ونتكلم عليه تاني بعدين. المهم السورية والسروال، وفي حاجة طبعا مهمة جدا، احنا تكلمنا عن السورية والسروال، حاجة تانية مهمة جدا، الحزام هذا الأحمر اللي وريت لكم واللي تشوفوا فيه في الصورة، حتى هو مهم. وخليني أوريه لكم أنا الحزام هذا. والحزام هذا فيه حاجات غريبة جدا، لو تلاحظوا هنا في الحاشية متاعها فيه نوع من الزخرفة، اللون هذا والزخرفة هذه تكون مصبوغة محليا، في الأصل تجي بيضة وبعدين يصبغوها بالأحمر. طبعا الأحمر يلتبس في المناسبات، والأبيض خاص بالفلاحة والخدمة الفلاحية وغيرها والعمل اليومي، بس الأصل يكون أبيض زي ما قلنا زي هذا. والأحمر فيه، سألتني عدة ناس على طريقة اللون الأحمر هذا ومنين يجي وكيف يصبغوا فيه محليا، يجيبوا فيه من منطقة طينية في الحدود الإدارية الشمالية لأوجلة مع جدابية، هي مجموعة من الهضاب الطينية تتسمى قويطين، ياخذوا في نوع من التربة أحمر فيه خاصية الصباغة، وغالبا طبعا بسبب الأكسدة لكثرة الحديد فيه في هذا التراب. وفيه حتى اللباس هذا اللي تشوفوا فيه كذلك بنوريه لكم توا متاع الإختان، خاص بأوجلة، يتزخرف ويتلون باللون الأحمر والأخضر، وحتى هو يجي من المنطقة الطينية هذه. زي ما قلنا اللون الأصلي يكون أبيض، ويندار حتى على فكرة بين الصوفة تاريخيا واللي بنجوه بعدين، ويكون بنفس مواصفات الحزام القطني هذا. وعندنا طبعا زي ما تشوفوا الشنة الحمراء زي باقي المناطق الليبية تاريخيا، وحاليا باقي مناطق الشرق الليبي يستخدموا مازالوا في الشنة الحمراء، ويحطوا حتى في معرقة تحتها، وحنولوا للشنة بعدين في الكلام علي بنغازي ودرنا. ولنوعدكم حندير حلقة كاملة عن الطواقي أو اللباس للرأس في الثقافة الليبية عبر التاريخ، لأن راه لباس الرأس هذا عندنا. المهم مش حنوسع هلبة، حنولوا له، ونتمناكم تتفرجوا على الحلقة هذيك. طبعا هذه اللبسة اللي تشوفوا فيها هي لبسة كل يوم، ولكن لما حد يعني بيتكم روحة ويمشي لمناسبة اجتماعية زي عرس وغيره يقدر يلبس تكبرت صادة يكون لونها أبيض وفي الغالب بيضة، والغالب الناس تلبس نفس تكبرت هذه بنفس الشكل، ولكن يحطوا فوقها في فرملة زي هذه، وتقعد يعني زيها زي باقي اللباس الليبي زي ما تعرفوا. المهم أنا مش حنلبسها توه، ويحطوا فوقها فوق الفرملة هذه مرات جرد زي ما تشوفوا في الصورة. الجرد الأوجلي في الشرق عنده مكانة شعبية كبيرة زي ما هو الحال مع الحول النافوسي والنالوتي خصوصا في الغرب الليبي، ويتميز الجرد الأوجلي بكثافة الخيوط متاعه ودقة الصنع والغلظة وتقارب الخيوط متاعه
للأسف طبعا هذه الصناعة من الصناعات اليدوية اللي شبه اختفت حاليا. به أكيد لاحظتوا التزدان هذا اللي لابسه، وخلي النحيف باش نوريه لكم. هذا التزدان أو الشنطة اللي تنحط في الجنب من اللباس اللي والإكسسوارات المهمة في اللباس الأوجلي لزمان، مع أن في راهو 4 جيوب في السورية وفي السروال، زوز جيوب في السروال وزوز في السورية، لكن وعلى فكرة هذه راهو فكرة جديدة، الجيوب هذه وغيرها انضافت حديثا على اللباس الأوجلي. على اي حال، التزدان هذا يكون من الجلد ومحلة صنع، وفيه طريقة غريبة جدا في تخفية التزدان. هذا الفوقان اللي تشوفوا فيه بالزخارف متاعه، والزخارف تجي على أشكال مختلفة على حسب رغبة المشتري طبعا، لكن والملاخ يدير على حسب الرغبة متاع المشتري. المهم ينفتح من الداخل، وشوفوا كيف التزدان يندار. هني هو التزدان، هذاك راهو غلاف مفتوح من فوق ملوطة، عبارة عن غلاف بطريقة جميلة جدا يغطي التزدان الأصلي. يعني هذا هو التزدان الأوجلي القديم. على فكرة هذا زي ما قلت لكم يصنع عند الملاخ اللي يصنع الجلد، وهذا يكون نفس الشخص اللي يصنع في تشلاكة وتريحيت. وهذا حذاء اللي بنوريكم، هذا حذاء نسائي صحيح، تريحيت نسائية، والطرف السفلي متاعها ينصنع بجلد الجمل، والباقي من جلد الفيلالي ولا الأغدامسي. للأسف ما عنديش الريحية متاع جالو الأوجلة الرشالية وجالو غيرها، لكن هذه النسائية منها فيها زخرفة شوية لأنها نسائية زي ما قلنا، والرجالية تكون حمراء وما يكونش فيها أي زخارف. وهذا نداء لأخوتنا باش يشوفونا. الحق قالت لي أختي مبروكة شحات، بوها الله يرحمه كان صانع هذا الجلد، يعني اللي تسمى في كلام الأولين ملاخ زي ما قلنا. والأخت من أهالي أوجلة مش جالو. بالنسبة لمبروكة شحات، من الناس اللي محافظة على التراث الليبي والناس اللي نفتخر ونعتز بهم، لكنها من سكان جالو مش أوجلة. وطبعا لباس فيه اختلاف نوعا ما بين الواحات، لأن أهل الواحات زي ما بنجو بعدين يلبسوا زي باقي مناطق البدوية في، وهذا لها أسباب تاريخية. المهم وهذا زي ما قلنا إعلان مني، اللي عندها الريحية ويبي بيها راني نشري في الموروث الليبي ونحاول نحافظ عليه. وهذه الريحية للأسف فقط للنساء، فيها شوية زخرفة زي ما قلنا. من ناحية الأحذية المنتشرة عندهم شبشب زي القبقاب، ينصنع جزء سفلي منه حتى هو من يتسمى تسيلة من الكرناف، ونقصوه طبعا على حسم الرجل بالضبط، والطرف العلوي السيورة متاعها تندار من الجلد. وياخي فيه اللي يدير فيه وقت الخدمة والحر الشديد يصنع شبشب من الليف إيسان، من الليف النخل، واللي تتسمى إيسان انتزدايت. وهذه غالبا زي ما قلت مؤقتا وما تستمرش، هلبة تستعمل فقط في حالة العمل على الزراعة. طبعا في المناسبات الاجتماعية بنادم يطلع اللي عنده أحسن ما عنده من ألبسة ويلبسها. وهذه غالبا تكون زي ما قلنا ريحية، ولا كذلك القفال وغيرها، المهم متاع الكناف بس تلبس في الخدمة وبس. مع بما ان احنا نتكلم على الاكسسوارات، العرسان جمع العريس طبعا يستخدموا في المراوح، وهذه مثال على هذه المراوح اللي كانوا يستخدموا فيها العرسان، وهذه من السعف. لكن فيه نوعية تانية من الجلد وريش النعام، وهذه ولد جدا نادرة اليوم للأسف، وحتى هي ما عنديش منها، وهذه من خصائص أوجلة لأني ما لقيتهاش في أي منطقة ليبية تانية. نسيت نقول أن تكحيل العيون كذلك للرجال من الإكسسوارات المعروفة، وممارسة شائعة في ليبيا كلها، وأوجلة مش استثناء من هذا. والمكحلة هذه اللي احنا نعرفوها
مكحلة خاصة بالنساء كانت كذلك يستخدم فيها الرجال في المناسبات زي ما قلنا. والمكحلة تتسمى في أول نويل أو في كلام غدامس، عفوا أوجلة اللي يسموا فيها أهالي شرق الرطانة، تقسطينت، تقسطينت هذه تتسمى تقسطينت. ويقتصر تكحيل الرجل زي ما قلنا في المناسبات محددة زي عاشوراء، المولد، العيد، بالإضافة إلى التعطر والتعطير. هلبة يعني تكلمت عليها هلبة حاجات ونقصت من الموضوع للتاني. فالتعطير التقليدي ممكن تكون في شيشة زي هذه، وكذلك عندنا العطور هذه اللي هي زي المسك، انتوا تعرفوه طبعا المسك كيف شكله، وكذلك الزهر والعطر اللي يندار في الشيشة زي هذه حتى تاريخيا. يعني أخبرني حارس التراث الأوجلي الأستاذ السنوسي الأوجلي يتسمى فيه نوع من العطر وهذا هو المقصود به، يسمى بارازيتي، وهو طبعا دهني شوية هكي ساير يجي من بلاد السودان وتشاد، ومؤخرا ولوا يجيبوا فيه حتى من مصر، ليحته جدا جدا ذكية وعطرة. المهم من الإكسسوارات طبعا اللي قديمة اللي يلبسوا فيها الرجالة في أوزلا عندهم كذلك الخاتم، ما عنديش مثال من الخاتم هذاك، لكن غير بحش حبيت نوري لكم أن الخاتم يلتبس من اللباس الأوجلي القديم، هذا مش أوجلي لكن بس كمثال. والخاتم زي ما قلنا هو عبارة عن حلقة فضية بس، ولو حالك باهي طبعا الاكسسوارات هذه تزيد وتولي من نوع غالي، واللي نعرفوها أن أوجلا قبل الغزو العثماني متاع الساقزلي على أوجلا وخيانته لأهلها وضم حال التجارة فيها من سنة 1640 وتعالى جاي، المؤرخين يقولون كيف الذهب في أوجلا كان متوفر بشكل كبير جدا وملفت للنظر، وهذا اللي خلى الأطماع الخارجية تجيلهم. طبعا زي أوجلا زي غدامس كانت من أهم الواحات التجارية في ليبيا ومرزق، ومع هذا طبعا الرجال ما يلبسوش الذهب ولا الحرير. المهم الأخواتم المحلية الفضية مرات تندار بالفضة وبالفص عفوا، وهذا لو كانت حالتك باهية. المهم الناس زمان متاع أوجلا في معالات حالتهم باهية يعني، وعندهم حتى في الأمثال الشعبية متاعهم كلام هلب على الحاجة هذه متاع العائلات، و يعني زي عائلة بو حلوم اللي أصلهم أوجلي ولو كانوا توه من سكان مرزق، ويقولوا شن تحسابني بو حلوم، كناية طبعا عن يعني لما يشوفوا حد لابس خاتم هكي مرصع وشكله جميل وإلى آخره ويبان عليه اللبس المرفه، فيعني كنكتة يقولوا شن تحسابني بو حلوم. يعني الأسرة هذه كانت تتمتع بحالة مادية كبيرة، وعلى فكرة طبعا الهجرة متاع أهالي أوجلا كانت لأماكن مختلفة من ليبيا زيهم زي الغدامسية، وخصوصا الشمال زي المدن الكبرى منهم بنغازي، ومن أوجلا طبعا تعرف المجاهد الليبي الكبير هلبة منكم يعرفه اللي هو الفضيل بو عمر اللي مصاحب عمر المختار. طبعا الفضيل بو عمر من كبار المجاهدين وهذا من أهالي أوجلا يعني من أمازيغ أوجلا، كان صاحب لعمر المختار الله يرحمه. وعلى ذكر الهجرة هاجر من أوجلا لنيجيريا مثلا إلى مناطق نفوذ كالآير أمازيغ نيجيريا، فرعين من القبيلة من أصول أوجلية ما زالوا حتى اليوم يفتخروا بأصولهم الأوجلية، وواحد منهم يخير تقالي مناصب أو منصب وزير أول أو شيء من هذا القبيل. على أي حال تنتقل التجارة الأوجلية ويعني وصولها لمناطق مختلفة من العالم هو اللي خلاهم ينتشروا هذا الانتشار. والمهم اللي نبي نوصل له أن اللباس والصالب غالبا في أغلب المناطق يحدده من عنده القدرة المادية ويضيفوا وينقصوا في شكله زي ما يبوا، ولكن يحافظوا طبعا عليه روحه الأصلية في اللباس. هنا لازم نقول أن المواد المتوفرة محليا وحالة الطقس طبعا والدين حتى هو اللي هديه كبير هو ما يحدد شكل اللباس الرجالي في الحالة هذه. علاش نقول هكي؟ في الغالب أهالي أوجلا لباسهم القديم مش بهذه الطريقة، عندهم لبس يشبه لتقشابت اللي تشوفه في صورتها هنا اللي جبناها في حلقة الجنوب، ولاحظوا كيف الشكل هذاك بنقارنوها هنا بالسورية هذه، شوفوا الرأس متاعها كيف تكون طويلة
وهذه راهو حجم هنا مع هذا طويله، خلينا نشدها لكم من هنا. شوفوا مفتوحه من القدام ومن التالي وبسيطه جدا وفيها جيب كبير زي ما تشوفوا. ولاحظوا هذه يعني زي ما قلنا تذكرنا بلباس اهل الجنوب، فضفاضه مفتوحه فتحه كامله وطويله. طبعا هذه للاسف لبسه معاش موجوده نهائيا، واليوم موجوده فقط في المدينه الامازيغيه الاقرب من التراب المصري اللي هي في التراب المصري اللي هي سيوة وقارة وغيرها. و يعني الفتحه نتاعها من الجهتين واسعه وتكون كبيره هلبة فضفاضه مره ثانيه، لان الحر الشديد عندهم هلبة. و يعني حتى هي كانت في اللباس التقليدي الاوجي زي ما قلنا. و حتى سيوة على فكرة ولو كانت مازالت موجودة عندهم لكنها مستعملة فقط في العادات والتقاليد والتراث والشنسمها، مثلا إيدي يازن اللي هم المغنيين، وكذلك إهياضا البهلوانات هم اللي يلبسوا فيها بس في منطقة سيوة، مع أنها كانت لباس شعبي وولد توه في الكلورية بس. وتجي على فكرة على ألوان هلبة وغالبا صادة، منها البطاطي وفيها سماوي وأبيض وغيرها، وزي ما قلت تقريبا نفس تفصيل التقشاب الصنهاجية اللي تكلمنا عليها وندعوكم لمراجعتها في الحلقة الثانية عن الجنوب الليبي. اللبسة هذه اللي نلبسها زي ما قلت هي البدلة التقليدية المعروفة بها المنطقة اليوم، وهذا اللي خلاني نلبسها اليوم ونتكلم عليها بإسهاب. وبمش ما ننساش عندهم كذلك الطواقي وقت العمل تحت الشمس، وهي من سقف النخيل وتستخدم لجين التمور وغيرها، ويلبسوا الطاقية هذه متاع السهف زي ما تشوفوا في الصورة. يا أخي بعضها شفته كانت لاحظته قصيرة هلبة، وهذه موجودة طبعا في كل مناطق ليبيا لكن مش متاع مناسبات ولا لباس اليومي، فقط للعمل. النخلة في أوجلي يستفيدوا منها في كل جزئية فيها زي ما شفنا، ومنها وانا أتكلم على الشبشب، منها القفة، ويأخذوا فيها ويستعملوا فيها في كل شيء تقريبا. أنا قلت الواحات وغالبا مقصود أوجلة، لأن لبس جالو وجخرة وجغبوب مش مختلف هلبة على لباس البوادي، وزي ما نعرفوا أهالينا في جالو وقصتهم وتاريخهم هو عبارة عن قبائل تم تهجيرهم إلى اللي هم طبعا المجابرة والجوازي وغيرها وصراحهم مع الأتراك، وهذا مش طبعا مجاله. وتقول الباحثة الصديقة مبروكة شحات تم تهجيرنا من مناطق الشمال وتم أخذ أراضينا واستقبلنا أهالي أوجلة وتعلمنا منهم الزراعة متاع النخيل وغيره وكل المصطلحات اللي نستخدمه فيها كلماتها أمازيغية أوجلية. وتصديقا لكلام السيدة مبروكة شخصيا التقيت مع بعض المجابرة، شخصيا أنا تلقيت مع بعض المجابرة وهم نعم الناس خلقا وكرما في سيوة، وهي طبعا سيوة زي ما قلنا تقع في الأراضي السورية المصرية، اليوم يتكلموا الأمازيغية بطلاقة، يعني حاجة مستغربة جدا المجابرة اللي هم من المفترض عرب أقحاح يتكلموا جيل بعد جيل باللغة الأمازيغية طبعا بسبب الاحتكاك والآخرين. المهم هذا ينطبق على الواحات الثانية اللي تاريخيا يعني حديثة نوعا ما مقارنة بأوجلة، زي الجغبوب اللي كانت معقل السنوسيين وتكلمت عليها لما تكلمت عن المكتبات الليبية القديمة وتكلمت عن المكتبة السنوسية وشن صار لها وإلى آخره، راجعوها في حلقة المكتبات في ليبيا. ولما نتكلم على المباني والعمارة في ليبيا حنتكلم على قصر النيل البديع اللي يرجع أصوله طبعا من أصول أغدامس، حتى هو من تجار أغدامس واللي دعم الحركة السوسية بشكل كبير جدا. باش ما ننساش نقول تاريخنا يعني أو تاريخيا مركز صناعة الألبسة الليبية كان في مصر، وكانوا تجار الأواجلة والمجابرة يبيعوا في مصر ويشروا في منطقة تسمى الكرداسة، وهي منطقة في القاهرة واللي هي أساس الزي والأقمشة زي ما كان طبعا وانا تجار نفوسا لما تكلمت على الغرب الليبي وأغدامس إلى آخره تاجروا في تونس والجنوب وإلى آخره. يا أخي التجار النفوسيين وصلوا حتى مصر ويتاجروا في وكالة عندهم مشهورة إلى الآن، وكالة اسمها القاموس، طبعا هي مش موجودة الوكالة لكن إلى حد قريب كانت موجودة، وأنا جدي لما درس في مصر كان فيها. على أي حال زي ما حكينا قبل، وطبعا كان البيع والشراء مع الأفارقة كذلك زي ما قلنا عليه الروائح وريش النعام
والأواجل للتجار طبعا من يوم يومهم. وعلى فكرة لاحظت أن واحد جاله يلبس في عمامة كذلك، وعندهم البرنوس، وهذه عادة سنوسية بامتياز. حتى الملك إدريس السنوسي الله يرحمه استمر في لبس البرنوس فوق الحولي، البرنوس الداكن، وهذا تكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت، بالخاصة لما تكلمنا عليه الغرب الليبي. خلي نمشي نغير اللبسة ونولوا اللي تكلموا على اللبسة متاع الشرق الليبي، خصوصا البوادي زي ما قلت. اللباس أهالينا في الشرق زي ما قلت يكون مرات داكن زي هذه السورية، تتسمى عندهم الثوب، وتفاصيلها زي السورية العادية متاع الغرابة، غر طويلة زي ما قلنا في الحلقة الأولى، وغالبا بدون ركبة ولا إكمام زي ما قلنا، واللي هي قماشة لعند تو غليظ وألوانها تكون ترابية غامقة. والسروال حسب الصور القديمة ما كانش ديما جزء من البدلة نفسها. وعلى فكرة السورية القديمة تندلع دلع زي ما يقولوا، تندلع دلع يعني تلبس من غير بطم، من غير أي حاجة، عبارة عن ركبة مفتوحة من القدام بس، من غير بطم ومدورة وطول، ما فيهاش ياقة وما فيهاش كمام، ما فيهاش ياقة وما فيهاش كمام، وهذا قلنا حتى في اللباس بتاع الغرب الليبي. تقريبا كان تعرفوا اللباس اللي عند السودانيين وعند المصريين الصعايده والى اخره، او ان الركبه تندار بالطريقه هذه من غير مفتوحه هيك، من غير كم ومن غير زرار ومن غير حتى حاجه، مفتوحه من فوق وايديها حتى هما مفتوحات بالطريقه هذه هيك، ما فيها شيء زي ما تشوفوا. المهم هذا بالنسبة لللبس التقليدي، لكن اليوم طبعا يلبسوا زي اللبسة هذه اللي لبسها أنا اليوم. والسروال يكون أقصر من الكعب شوية على فكرة، لعند هيك تقريبا 10 سنتي من الكعب حاجة زي هيك. وطبعا بالنسبة للسروال متاع الكات يكون ضيق من اللوطة، يسموا فيه رقبة غزال، ويشد هلبة على الساق، وهذا جزء من الكات. وعلى ذكر الكات تتذكروا الكلام في المقدمة للباس عمر المختار، الشاعرة شن قالت؟ حيه هابا حيه مرار، على الباشا سيد الأدوار، عبد جاب يد النابة، حل الوزين البدعية، يقهر فيا ملعون فرطيعة بيا. يعني البدعية هنا يقصدوا بها راهو الفرملة، هم البدعية عندهم الفرملة. وعلى فكرة كل يعني معلوماتي عن الشرق الليبي صححتها على يد الباحثة هناء العبار، الله يذكرها بالخير، اللي عاونتني في أكثر من حلقة عن المناطق الشرقية الليبية. وزي ما قلت الفرملة اللي سموا فيها البدعية هي نفسها في الغرب الليبي، وإن كانت تاريخية يعني مرات في البوادي ما فيهاش أي زخارف، عبارة عن قطعة قماش بدون أي خرج ولا شريط ولا أي شيء من هذيك. والصورة اللي لبسها عمر المختار فيها الفرملة مشهورة هلبة، ما فيهاش أي زخرفة، عبارة عن قطعة قماش وخلاص نحط عليه الصدر. وما يميز خلينا في الشرق طبعا، في كل مكان في ليبيا لو تشبح واحد لابس شنة حمراء طول تعرف أنه هو من الشرق الليبي، وإن كان كل الليبيين كانوا يلبسوا فيها بالطريقة هذه، وهم الوحيدين اللي حافظوا عليها. والغرابة هم اللي تغيروا، كانت لونها حمراء غيروها سوداء، وعنبية داكنة بعدين سوداء على حسب طبعا. المهم وتتسمى عندهم بالشنة زي ما قلنا، وينقال للبسكول عندهم شنوارة، والغالب أنها جمع بين كلمتين الشنة والنوارة. وهذا هذا حب بنولوه لما نتكلم على أغطية الرأس في كل أرجاء ليبيا، وهذا قلته من بكري. وعلى فكرة مرات يحطوا في ايوه الشال هذا نشبحوا فيه اهالينا في الشرق، ديما حاطينها على كتافهم، وليه عده وظائف طبعا، فينحط هيك على الكتاف، ومرات ينحط على الراس والى اخره، بس البوادي معروفين بالشال هذا اللي يلبسوا فيه على كتافهم، ويستخدموا فيه في الغالب كزماله على الراس مرات بدل الشنه. وعليه الشنه يعني على الفتره الزمنيه اللي تكلم عليها، ولا حتى يعني في زمان زي ما قلنا، وحتى على الكتف زي ما يديروا فيه الشباب الجديد اليوم. وعلى فكرة العمامة حتى هي راهي تلتبس عندهم، يلبسوا في العمامة، والعمامة هذه في جنوب غرب برقة بالذات، في سلوق جدابية سلطان
راس لانوف لعنسرت، العمامة تلبس في مناطق الساحل في ليبيا وبعض البي زي ما يقولون الجنوب الغرب برقة. بالإضافة لهذا كله الجلد عندهم حاجة يسموها فيها الجرد الجبالي، سامحوني هذه مبكر نشبح لها، مش لابسها شكلي كويس. خلينا نلبسها كيف يلبسوا أهالينا في الشرق يعني، وربما تكون أقصر شوية ما نعرفش عاد. وكذلك إضافة إلى زي ما قلنا العمامة اللي يلبسوا فيها في المناطق الجنوب غرب برقة، كذلك يلبسوا يحطوا في الشال هذا إلى الآن، والشنة طبعا تكون حمراء، وعندهم طبعا البلغة هذه المعروفة في كل مناطق ليبيا، ويلبسوا كذلك في القبال، وهذا طبعا قديم ما عاش فيه منه. وباش ما ننساش يلبسوا زي لواجلة في الحزام، عندهم نوعين حتى هم من الحزام، الحزام اللي يتسمى الشملة، وهذا يكون أحمر حتى هو يلبسه فيه في حال العمل وإلى آخره، وكذلك يلبسه طبعا في الحزام هذا الأبيض اللي يسموا فيه المحازم، عفوا الشملة اللي تتسمى المحازم، هذه اللي تسمى المحازم، والبيضة غالبا يلبسه فيها في العمل بكل أنواعها، وهذه في المناسبات على فكرة. وكذلك يلبسه حتى يعني نلقى في الروايات والصور القديمة البوط هذاك متاع الحزام متاع الجلد حتى هو يلبسه فيه، ويكون فيه جيوب، وهذا نقلنا طبعا للإكسسوارات. وعلى ذلك الإكسسوارات مش ما ننساش كذلك المعرقة حتى هي تلتبس راهو في الشرق الليبي وبأنواعها، وهذه حتى هي بنجوها بعدين. هذا تقريبا كل ما عند أهلنا في البوادي، زي ما قلنا السورية اللي تكون طويلة شوية توصل عند نص الركبة، وكذلك السروال اللي مرتفع شوية عليه الكعب، وهذا طبعا لبس البوادي. وعلى فكرة راهو البوادي يفتخروا جدا باللباس التقليدي، أهلنا في البوادي خارج بنغازي وطبعا الليبيين كلهم يفتخروا به، بس البوادي عندهم حتى في الأغاني الشعبية بتاعهم والأمثال وهلبة حاجات. في أغنية هيك نتذكرها للمرحوم عوض المالكي، أكيد أكثركم يعرف شكون هو، من جماعة برقة هو طبعا، ومن المغنيين المفضلين عندهم عند المنطقة الشرقية الله يرحمه. يقول فيها الأغنية اللي كمها قاصر عليه مرفقها، لغفت عنها ولا نريد رفقها، رفقها جنة غير العوايد بعدني عن من نما نريد غير كاتو شنة. نعود تاني، نما نريد غير كاتو شنة، من بيبدل رقبتي تخنقها، وهي القناع ولا عليها سنة، تمشي كيما رب العباد أخلقها. المهم زي ما قال نما نريد غير كات وشنة، كات وشنة. به زي ما قلت اللباس التقليدي حاجة مهمة جدا عند أهالي البوادي وأهالي الشرق عموما، يقول الدكتور فرج نجم، وهو طبعا أحد أبناء المنطقة الشرقية ومن الناس اللي تعرف بعمق الثقافة متاع المنطقة الشرقية والتقسيمات القبلية والآخره، ومهتم بالشرق الليبي بكثرة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من كتاب، أن بني هلال لما حطوا الرحال في الشرق الليبي هذا كلامه، تعلموا هلبة حاجات من أهالي الشرق من أمازيغ ليبيا زي قبائل لواتا وغيرها، وتزوجوا معاهم، حتى ذكر أن قبائل في الشرق الليبي على بكرة أبيها تحمل أسماء نساء غالبا أخوالهم أمازيغ، وتكرر لهذا بعض الأمثلة ومنها الجوازي مثلا. المهم هذا مبحث ثاني عن القبائل الليبية، وننصح بكتاب القبيلة والإسلام والدولة زي ما قلت تأليف الدكتور فرج نجم وهو دارس في بريطانيا، وهذا كتاب من أحد المنشورات متاع مؤسسة توالت الثقافية. الليبيين طبعا رام أسرة واحدة، لكن للأسف نركزوا على اختلافاتنا أكثر من ما نركزوا عليه اللي يجمعنا، وهذا مهم طبعا، مهمة الدولة والمثقفين الليبيين بدل التركيز على الاختلافات يتكلموا على الأشياء الجامعة. به نرجع للإكسسوارات اللي عند البوادي في الشرق الليبي، مش قلنا يلبسوا في البوط اللي هو متاع جلد يعني الحزام عند الغرابة اللي هي زي السبتة العريضة، حتى أولا كانوا تعرفوا الحجاج لما يلبسوا في الفوط متاع الحج يلبسوا في الحزام هذا، هذه كانت زمان يحطوا فيها، وفي الجيوب يحطوا مثلا ورق التبغ وحكة النفة وحاجات زيها يعني. وعلى ذكر الجلد من الحاجات اللي قعدت في فترة قريبة عند أهالي الشرق الحجابات متاع الجلد، والتميم يلبسوا في حجابات عليه اليد زي ما تكلمنا وانا في حلقة اللي تكلمنا فيها على الجنوب الليبي وعلى التوارق وعلى التبو،
كانوا يحطوا في حجابات الجلد لليد، وهذه الحجابات تكون فيها تميمة في النهاية، وكذلك حتى على الركبة على فكرة يعني، وشفت أنا منهم مجموعة. وعلى فكرة أكثر الناس يتكلمت عليهم في الشرق الليبي على ذكر الاكسسوارات، الخاتم مش من عوايدهم زمان حسب ما نقل لنا بشكل متكرر، لكن الغريب في الأمر أن الخاتم يجي هلبة في الأمثال والأشعار عند أهالي الشرق، وهذا يرجع أنها ربما عادة منسية أو عادة قديمة عندهم أو شيء من هذا القبيل، بس اللي نشدهم توه وحتى سنوات قريبة يقولوا ما يلبسوش البوادي في الخاتم، لكن في أمثالهم ديما يتكلم على الخاتم، فالله أعلم. وعلى فكرة البوادي كذلك ديما يكونوا حاطين معهم اللاصاز قية هذيك اللي تتسمى الحبلة، ومش شرط زي ما قلت تكون اللقاحية هذيك بتاع أهل الغرب أو العكاز يعكز بها الشايب، لا هي لأغراض عملية بحكم الرعي كانت المهنة الأساسية لأهالي للرحل يعني لأهالينا في الشرق الرحل تاريخيا، فكانت مستخدمة في كل إمكان. وكذلك كانوا عندهم السلاح الأبيض منه الكمية وغيرها من الحاجات اللي نلقوها هلبة ومتكررة ولأسباب عملية طبعا، وهذه فقط للرعي يعني، في حال مثلا أنت لو كنت راعي والزايلة تموت عليك بتموت عليك ولا يصير لها حاجة ولا تمرض في الطريق تستخدمها طبعا للذبح مباشرة، وتستخدم كذلك لما تكون في البراري بتقطع اللوح بتدير حاجة يعني تكون عملية في يدك ديما مش غير للزينة، ولو كان بقيت بعدها للزينة لكن هي في الأصل من اللباس متاع أهالينا في الشرق ولخص البوادي. طبعا ما ننسوش الصورة هذه تشوفوا فيها متاعة المخلة، المخلة هذه تتسمى عند أهالي الشرق، احنا نقول لها المخلة احنا في الغرب، بس في الشرق الليبي تتسمى الخرج، وهي مهمة جدا لأن لما يسافروا يلقوا علشان يحطوا. على فكرة هذه تلبس بعدة أشكال، منها تنحط على الكتف ومنها تلبس راه حتى هني، هذه مثلا تخش ما بين تخش فيها راسك وتقعد لقدام والتالي. والحق الزخارف البدوية قمة في الروعة، أنا شفتها عند أهالينا في الشرق، ما عنديش منها نموذج لكن هذا نموذج من الغرب الليبي من جبل نفوسة، هذه تنصنع عندهم الخرج هذا ينصنع بزخارف جميلة جدا وينصنع غالبا بشعر الماعز. طبعا من الحاجات الحلوة عند أهالي الشرق البرنوس واللي في الشرق الليبي يتسمى طربوش الغريبة حتى جيبوتي تسمى عندهم طربوش متاع مطر. علية حال هذا البرنوسة وانا زي ما تشوفه في صورة الملك إدريس يلبس فيه لعند فترة قريبة، وهذه من العوائد السنوسية اللي ربما جابوها السنوسية لعندهم لان البرنوس لبس امازيغي اصيل عبر التاريخ. ومن الحاجات كذلك اللي ممكن نتكلم عليها في الاكسسوارات عند الرجال ولو كانت ما تلبسش لبس هي جزء من الجسم اللي هي الوشم، وعادة الوشم عند الرجال تعتبر مختفية في الغرب الليبي إلا في حالات نادرة في البدو الرحل إلى فقط وقت قريب. الوشم من العادات القديمة جدا عند الليبيين خصوصا قبائل الشرق الأمازيغ من لواتا، وهذا نلقوه في النقوش المصرية القديمة. الوشم يتسمى عندهم على فكرة عند الشراقة دق، ويندهى طبعا بالكحول، ويقولوا حتى الرجال يكونوا منفلين، يقولوا فلان منفل يعني لابس كحل لا عفرا مداير وشمع. يقولوا في الأبيات في هذا نتذكر تقول بودكات بودكات مخوتم يدا غير بودكات مخوتم يدا غير مباهل عقلي سدة، جوف اللي طالع من هدى بودقات عليه درعانة، مو يا لانا متباعد يا طول رجانة. بودقات مخوتم يده، مش قلت لكم الخاتم مذكور في كل حاجة عندهم اهو مخوتم يده. المهم هني بودقات عليه درعانة مو يا لانا متباعد يا طول رجانة، شاهد ان الوشم من العادات الراسخة في الشرق الليبي، وهي عادة بدون شك متوارثة عن جدودهم او اخوالهم من قبائل لواتا الامازيغية العريقة. هني لازم ننتقل للحضور او الحضور يقولوا لهم هم جماعة الشرق اللي هم اهالي درنا وبنغازي،
وهنا نلقوا روحنا جدا متشابهين بأهالي الغرب الليبي، والأمر طبيعي جدا لأن أهالي المنطقتين هادو أغلبهم من الغرب الليبي على كل حال، وأكثرهم عددا هم طبعا أهالينا من مصراتة وكذلك ورفلة وغيرهم في المنطقة الغربية ويمتدوا حتى تاجورا. وليبلغهم أغلبهم طبعا سكنوا درنا من قديم الزمان، وكذلك النازحين من الأندلس وعددهم قليل جدا جدا جدا، ولكن موجودين في درنا وفي بنغازي وفي طبعا الجريتلية وغيره وغيره. بدون شك الكات هو اللباس متاع المناسبات، وإن لم تكن تاريخيا يعني هي اللبسة، لكنها أصبحت من اللباس التقليدي زي ما نعرفه. فيه في أبيات هلبة على هذا الباب، فيه قصيدة طويلة مرثية عفوا طويلة عن الملك إديس الله يرحمه، أولها يقول عطبك علينا يوم فراقة بوكات زيتي بوعصات طقطقة، يقصد به الملك إدريس. دي مشاهد سقية في يده ولابس الكات متاعه، وهذيك الفرملة وهذيك المعرقة مع الكمبوس اللي هي الشنة، ويلبس حتى في الحول وفوق الحول يلبس فيه. المهم اللبسة هذيك الرائعة كات زيتي، وهني لازم نقول اليوم في الشرق الليبي كات الزيت، يعني ما هدي تذكرتها بكات الزيت. الساكاروتا هي الأكثر توسعا وانتشارا بخلاف طبعا المنطقة الغربية اللي يلبسوا فاش يلبسوا في الملف. الساكاروتا بالنسبة لهم هي الأكثر انتشارا وتوسعا، و أظن الشنة الحمراء هي الحاجة الوحيدة اللي تميز المدينتين هادو عن الغرب، وهم أصلا مغاربة زي ما قلنا أخذوا نفس الشنة هذه معاهم، وتغيرت في الغرب بس ما تغيرت في الشرق، وأظن ما فيش تاريخيا حتى فرق يعني يذكر في هذا المكان. وإن كان مؤخرا يلبسوا في السورية الطويلة زي ما اللي يلبسوا فيها البوادي، واللون بالنسبة للسورية غالبا داكن زي ما قلنا، وهذا أيضا لم يكن له وجود تاريخي، ولكن وللأمانة فيه طواقي كذلك مختفية في الشرق الليبي، حنتكلم عليهم لما نتكلم على الطواقي زي طواقي تاجورا وطواقي مصراتة المعروفات في الغرب، واللي حنتكلم عليهم بإسهاب زي ما قلت في حلقة أغطية الرأس عند الليبيين عبر التاريخ. طبعا البسكل كان مستعمل حتى هو عندهم هلبة اللي يتسمى الشنوارة، واللي تكلمنا عليها مبكري هي عبارة عن لفظتين الشنة والنوارة وأصبحت شنوارة. يقول الشاعر عندهم أفزع يا عتمان وبان عليك لامان فزعلك من البسكل عتمان. هل البسكل هذه يستخدموا فيها جماعة درنا وجماعة بنغازي، بس الشنوارة يستخدموا فيها باقي المناطق، والآن أصبحت معمة على باقي المناطق. بنغازي ودرنا من الحضور وما وسعتش عليهم هلبة تقريبا، لأن لباسهم مطابق لباس الغرب الليبي. وفي الختام نقول تحياتي لأهلنا في الشرق الليبي عموما، ورب يحفظكم، وإن شاء الله نتلاقوا في حلقة تانية نتكلموا على باقي أهلنا في ليبيا في الوسط الليبي، ونبي نتكلم كذلك عن اللباس الليبي عبر التاريخ، نبي نجيبه قديم 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 جدا من النقوشات اللي في أكاكوس وغيرها، ونجيبوا النقوشات المصرية، وكذلك شنخلونا في بعض الكاتاكومبس في الغرب الليبي وفي الوسط، ونتكلموا على كل هذه الألبسة الليبية عبر التاريخ. تحياتي وإلى اللقاء إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا على المتابعة، ونلتقي قريبا إن شاء الله. سلام عليكم.